ريدنج اند ستيجنج مع المالجنسي، الدرجات والمستويات مع المالجنسي يعني المحاضرة الثالثة. تيومر ستيجنج اند جريدنج ميثود ار يوز تو اسس ذا اجريسيفنس اوف ذا مالجنانت تيومرز. اكو عندنا طرق نستعملها حتى نقيم العدائية مال مالجنانت تيومرز والانتشار مالتهم. necessary for prognosis of malignant tumors and choose the proper treatment. هذا مهم حتى نشوف نقيم البروغنوزز مال malignant tumors حتى نشويس نختار العلاج الزين. grading of malignant tumors درجات مال malignant tumors. A grading of cancer is based on the degree of differentiation of tumor cells, the resemblance of cancer cells to tissue of origin. أي من يعتمد على التمايز مال التيومر سيل انه ايش قد تشبه التشوف اوريجين، وهماتين تعتمد على انه هل انه تمثل التشوف اوريجين لو لا. ذا مين باراميترز ذات لوك فور، الشغلات اللي نشوفهن حتى نشوف اذا تشابه لو لا. مايتوتيك اكتيفيتي القابليه الانقساميه، نيوكليير بوليمورفيزم اللي هو التفصصات مال انه degree of differentiation درجة التمايز، extent of necrosis راح يسوي يعني كمية necrosis راح يسوي. grading يعتمد على histological examination of degree of differentiation of tumor cells and the mitotic index، يعتمد على الفحص النسيجي ونشوف درجة التشابه مال tumor cells والmitotic index. malignant tumors may be classified into well differentiated, moderated is differentiated or undifferentiated. نقسمها إلى ثلاث أنواع: differentiated وmoderated differentiated undifferentiated، يعني يا كلش تشبه التشوه of origin يا متوسطة الشبه مالتها أو تكون ما تشبه أبد. depending on the degree of anaplasia that exhibit، نعتمد على الدرجة مال anaplasia يعني تكون هاي anaplasia اللي هي انعدام differentiation. عندنا grade 1 indicates that a well differentiated neoplasm with 75% or more of the cell highly differentiated، يكون هاي الدرجة الأولى انه هو يكون مشابه للتشوه of origin بنسبة 75% من الخلايا مالته تكون highly differentiated closely resembling the parent type، إذا يكون مشابهات يعني قريبات للparent type. grade 4 indicates extremely low level of serial differentiation، الدرجة الرابعة ان تكون اقل درجة او اقل مستوى مال differentiation مال التمايز. grade الثاني والثالث occupy intermediate position يعني يكون متوسطة differentiation. ساعدنا هاي grades الاولى well differentiated، اثنين يعني moderately، ثالثة poor، الرابعة nearly anaplastic يعني ابد ما بيها differentiation. anaplasia هي lack of differentiation of malignant cell that feature of anaplasia، هو انعدام ال differentiation انعدام التمايز اللي تمثلنا ال anaplasia. polymorphism أو الشغلات اللي سوينا anaplasia، polymorphism اللي هي different of size and shape من both cells and nucleus، اختلاف بالحجم والشكل مع النواة والنيوكليوس. polymorphism تعدد الأشكال. إيه abnormal nuclear morphology هو يكون شكل النواة يكون abnormal يعني يكون ratio مال النواة للسيتوبلازم المفروض يكون 1:1، يعني مستوى يعني تكون تقريبا النواة بحجم السيتوبلازم يكون مستواهن او الريشيو معدلهن 1:1 instead بغض او مكان ما انه يكون الطبيعي 1:4 1:6. الميتوسيس الانقسام not only increase in the proliferative rate but typically bizarre mitotic figures، مو بس انه راح يزود القابليه الانقساميه او معدل الانقسام، هم عاتين راح يسوي mitotic figures تكون شنو bizarre، تكون غريبه اشكالها غريبه. tumor giant cell formation اللي هي تكون عندنا خلايا tumor giant cell formation possessing only single huge polymorphic nucleus and others having two or more large hyperchromatic nuclei. شلون راح تتكون هاي tumor giant cell formation؟ إنه possessing only a single huge polymorphic nuclei و others having two or more large hyperchromatic nuclei. أكو وحدة تكون شكلها متعددة عن الخلايا tumor giant cells، وحدة بس تكون بها نواة واحدة ويكون شكلها بوليمورفيك يعني متغير.
بينما الباقيات الاثنين يكون المور لارج اكبر او ايه لارج هايبر كروماتيك نيوكليا، ان يكون اثنين او اكثر بين نواتين او اكثر من نواية يكون شكلين هايبر كروماتيك، يعني مكثفات كلش يكونن ايه وكبيرات. اذا عندنا هاي النورمال سيلز هيك يكون شكلها، الادينوما اللي هي البناين تيومر، عندنا هاي الدور ويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوما اللي هي تكون ادينوكارسينوما يشبه الادينوما ويشبه النورمال تقريبا، بينما البورلي ديفرنشيتد ابد شكلها مو يعمل النورمال اصلا. هاي انا بلاستيك كارسينوما اللي هو الديفرنشيشن مالها كلش معدوم، يعني هاي تي صايره طبقه واحده، شلون انه صايره سجاده ما صايره شو اسمه ستيجنج استيجات مال التيومر. In the extent of tumor spread، يعني طريقة هسه هاي إن أنا قيس الانتشار مال التيومر. The most widely applicable staging system هو TNM. TNM اللي معناه شنو؟ T means the local infiltration مال التيومر، وال N means the involvement مال الليمف نود. يعني هاي أول وحدة T إذا صار local infiltration لو لا، بينما الآن هي تمثل إذا وصل للنف نود لو لا، والأم هي الميتاستيسز إذا انتشر الأوسع ديستنت ميتاستيسز يعني مكانات بعيدة ولا. تي زيرو إز إنترا إبيثيليكال نيوبليزيا، أو تي ثري يعني يكون داخل الإبيثيليال نيوبليزيا، يعني صار بس بالإبيثيليال موجود. والتي ثري إز موت إز ذا موست وايدلي انفلتريتنج ستيج، thus a bladder carcinoma may be staged T3 N1 M0، يعني T0 يعني يكون بس بالإبيثيل يعني على الطبقة السطحية، بينما T3 يكون most widely infiltrative stage يعني واصل مرحلة بعيدة كلش. لذلك عندنا هسه مثال عليها البلادر كارسينوما may be staged، شلون يكون stage مالتها T3 N1 و M0 implying that it has infiltrated through the trozen muscle of the bladder، يعني ما صابت بس الابيثيليوم، يعني ما انتشر بس الابيثيليوم، راح وعبر للمصل مال البلادر. الانوان presents in local lymph nodes، الليمف نود المحيطة يعني اجوانا الليمف نود وذني راح لهن صار لهن انتشر لهن التيومر. There is no clinical or radiological evidence of distant metastasis، الام زيرو يعني ما انتشر الديستنت ميتاستيسس. هسه هنا التس او التي انسايتو يعني هذا نوع انفيسيفنس، يعني المفروض تي زيرو هاي انه ما انتشر بس بقى مكان كان فايتو بيثينا بقى بس بيثينا. تي ون سمول مينيمال انفيسيفنس وذ برايمري اورجان سايت، هو صار له انفيسيف يكون يعني انتشر قليل بالبرايمري اورجان سايت. تي تو يكون لارج يعني الانتشار مالته كبير، more invasive يعني within the primary organ site، يعني انتشار مالته اكثر بالبرايمري organ site. تي 3 large and or invasive beyond the margins of primary organ site، يعني العبور مالته او يعني الانتشار مالته يعبر الحدود مال العضو هذا الاصابه. تي 4 very large and very invasive، راح يروح على adjacent organs، يعني هسه قبل شوي من قال تي 3 مثلا هي هاي البلادر مكانها، تي 2 يعني انه صابت بس مكان بس البلادر اغلبية البلادر، بينما 3 عبرت المارجنز يعني راحت للتروزن مثلا ما بعد البلادر. اذا صارت تي 4 راح تروح للاعضاء المجاوره للعضو اللي صار له الكانسر. الليمف نود هسه الان زيرو ماكو اي ليمف نود بتدخلت، ان 1 النير باي ليمف نود هي صار لها انفولفمنت، الان 2 ريجنال ليمف نود يعني مال الريجن كله صار له انفولفمنت، يعني مثلا بالبلادر من قال ان 1 يعني القريبة عليها صار لها انه وصل لها انتشار لها الكانسر، ان 2 للريجن مال المنطقة يعني رجلينا وهاي، لان 3 مور ديستنت لينف نود انفولفمنت يعني مثلا ينتقل من الانجوينال لينف نود يصعد للاكزيلاري ويصعد للسيرفايكل. الميتاستيسيس ام 0 نو ديستنس ميتاستيسيس، ام 1 اكو ديستنت ميتاستيسيس صاير في ستيجنج مالتها. هسه كلينيكال افكتس اوف تيومرز، التأثير مالتها اول مال نيوتريشن سوء التغذية. تيومرز اوف ذا تانك فارنكس اند اسوفيجس انترفير وذ ذا انتيك اوف فود،
يعني الأورام اللي تصيب اللسان والحنجرة والإسوفيجس ذني داخلا ويا الأكل مع ال إيه بتلع الأكل. التيومرز مع الاستومك والانتستن والبنكرياس والليفر انترفير ويا الدايجستن والابزوربشن اوف فود هناك داخلا ويا يعني عن طريق ان الأكل يعني تناول الطعام. هنا الكانسرز او التيومرز اللي يصيب الاستومك والانتستن والبنكرياس راح داخلا ويا الهضم والامتصاص مع الطعام. obstructive effect تأثيرات اللي سبب لنا انسداد مثل tumors of the bladder prostate والcervix واليوترس الظاهر أو اليوترين. obstruct the urinary passage and precipitate polynephritis or hydronephrosis which end in renal failure. Define polynephrosis inflammation of the kidney as a result of bacterial infection. هذا سبب يعني inflammation بالكدني. Hydronephrosis يسبب يعني condition where one or both kidneys become stretched and swollen as the result of the buildup of urinary sedum. تكون واحدة من الكدنيز أو اثنيناتهن شبين متمددات بسبب أن يكونن سوالون يعني ايه منفوخات لانه متجمع اليورين داخلهم. فهسه التيومرز اللي راح يصيرن بالبلادر البروستيت والسيرفكس لان شبيهن راح يسد الممر مع اليورين يعني ما اليورين ما راح يجي ويعبر ويطلع لخارج الجسم فذني راح يرجع اليورين على الكدني يسوي لنا بولينفرايتس اللي هو التهاب الكدني وهايدرونفروسيس اللي هو السوالنج مال الكدني وهذا بالاخير راح يدينا الى الرينال فيلر فشل كلوي. tumors of pancreas والبايلوري تراكت والأوبستراكت يعني tumors اللي ايه بالبنكرياس وبالبايل تراكت ذن شبيهن راح يسدن الفلو مع البايل وبرسيبيتيت obstructive jaundice and hepatic failure. tumors اللي يصيبن البايل دكت والبنكرياس راح يسدن المجرى اللي يعبر منه البايل فهذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى تكوين او يصير عندنا obstructive jaundice اللي هو ابو صفار اللي يكون obstructive hepatic failure فشل الكبد. انيميا ممكن تسبب لنا انيميا اللي هي فقر الدم عن طريق variety of ways عدة طرق. metastatic deposit in bone replace the erythroblastic tissue انه من ينتشر هو التيومر ويروح للبون راح يتبدل ويا الخلايا اللي erythroblastic tissue لأن الخلايا اللي يكون لنا كريات الدم راح يأثر عليهم ما راح تكون عندنا دم يسوي لنا أنيميا. ثانيا tumors involving the skin mucous membrane and serous membrane ulcerate and bleed then التيومرز اللي يجن على السكن على الجلد على mucous membrane مال يعني مال الحلق ومال الأنف ممكن شي سبب لنا ulcer يكون ulcer قويات then يشبين ulcer راح يظلني يسفن راح يصير عندنا أنيميا. فوليك اسيد ديفيشنسي بروفوكت باي تيومر يوتيلايزيشن اما تاني يقل عندنا الفوليك اسيد اللي هو واحد من المكونات المهمه بتكوين الدم او الهيموغلوبين بتكوين الدم. شلون هذا يقل عندنا؟ عن طريق ان التيومر يسوي له يوتيلايزيشن يستخدم هذا الفوليك اسيد. هيمولايسيس دو تو سام اوتوميون ميكانيزم انه يحلل الكريات الدم عن طريق بعض الميكانيكيات المناعيه. hypothermia of unknown cause اللي هي المفروض نقصان الايرون نقص severe iron deficiency يعني نقصان الحديد بالدم سبب غير معروف. bone marrow depression اللي هو يقل يصير depressed بالوظيفة مال bone marrow انطمس by cytotoxic drugs or radiotherapy من العالج هو نعالج هو التيومر راح يسبب بالراديوثيرابي او سايتوتوكسيك دراجز بي يأثرن على وظيفة مال البون مرة وراح ما راح يكون لنا البلاد جديد وراح يصير سوالف حلوة. اتذكر شو هاي هواي Yeah.
شنو ليش هاي هيجي؟ secondary bacterial infection ulcerating tumors اللي هي التيومرز اللي يسوي لنا تقرحات يصير لها secondary infection secondary bacterial infection with an accompanying toxemia لما تاني صاحبها توكسيميا اللي هي تسمم الدم برا ما سوى تقرحات راح يصاحبها ماتين اصابه بكتيريا ثانويه وهم ماتين راح يسبب لها تسمم بالدم septic discharge من tumors of the nose buccal cavity and pharynx may be aspirated into the bronchial to produce septic broncho pneumonia or lung abscess هم ماتين لان الشغلات اللي يطيحن او الدسشارج الخراجات التصريفات اللي يطيحن يكون سيبتك اللي بيهن بكتيريا متقيحة شو بيهن اللي راح يطعن من التيومرز اللي تصيب النوز والبوكل كافيتي والفارنكس شو بيهن راح ممكن انه نستنشقهن عن طريق البرونكايل عن طريق هي الحويصلات البرونكاس شو بيهن راح يسوي لنا سبتك برونكونيمونيا تقيح يصير يسمينا التهاب بالبرونكا متقيح اما تنسوي لنا لانج ابسس انتراكرينيال تروماز التيومرز اللي تسوي بالانتراكرينيال بالبراين كوز سيريوس بريشر افكت اون ذا نيرفوس سنترز اند تراكس اند انكريز ان ذا انتراكرينيال تنشن هذا سبب لنا تزود الضغط على النيرفوس سنترز على المراكز العصبيه والتراكتس مال او تزود الانتراكرينيال تنشن نوع الضغط مال الانتراكرينيال يعني ممكن اسوي فوميتنج الصبح هذا السؤال راح يزود الضغط داخل الدماغ انتراكرينيال سبيس تيومر تشاكسيه اللي هي هاي النقصان الوسط سيندروم اوف ويت لوس هي حاله من فقدان الوزن اسوشيتد وذ لوس اوف دي بودي فات اند كاتابوليزم مسل بروتين مصاحبة انها ان الدهون المخزونة بالجسم راح يصير لها لوس هماتين يتكسرن البروتينات الموجودة بالعضلات These effects are the result of secretion of interleukin 1 و tumor necrosis factor هذين الشغلتين اللي هي تكسر الدهون والبروتينات من العضلات سببهن هذين العاملين هذين البروتينين لان interleukin 1 و tumor necrosis factor probably by macrophage within the tumor and perhaps of other less well characterized tumor products ممكن سببها انه هاي الماكروفاج من تجي هي تتعارك ويا تيومر راح تفرزهن وتكسر هي الفات والمصل بروتين وتسبب لنا فقدان وزن او ممكن انه عن طريق مركبات ثانية من التيومر راح يؤدي لافراز دمي ويقلل لنا الوزن مال الشخص production of hormone شغلات اللي ينتجين الهرمون The cells of tumors of endocrine system or endocrine glands commonly synthesize and secrete the hormones as secreted by corresponding normal endocrine cells ممكن انه هاي التيومرز اللي تجي وتصيب الاندوكراين جلانز ممكن شرح تخلي الخلايا او الجلانز دني ان تخليهم يفرزن secrete the hormones secreted by other corresponding normal endocrine cells يعني تجي الخلية وتصيبها خلية الاندوكراين تخليها تفرز هرمونات بالعادة ما تفرز أو تكون هرمونات مثلا تجي للثايرويد تخليها تفرز التستوستيرون أو تجي هي للتستيكلز تخليها تفرز التي اس اتش مثلا such function activity is a feature mainly of well differentiated tumor cells أو العفو هاي أول شيء إنه هي تفرز نفس الهرمون اللي تفرزه هاي الخلية مثلا تجي تيومر سيلز تضرب الثايرويد تخليها تفرز تي اس اتش هاي الفانكشن مال شو اسمه هي اكثر شيء يسويها ويل ديفرنشيتد تيومر سيلز اند سو از اسوشيتد مور كومنلي وذ ادينوما ذان وذ كارسينوما هاي تكون اكثر شيء هي هاي الحاله تصير بالادينوما اكثر من الكارسينوما ذا سيل اوف ادينو فويسز اند بانكرياتيك ايلتس اند ذا سي سيلز اوف ذا ثايرويد بلانك تو اي بي او دي سيستم اوف سيلز هذين ثلاث خلايا اللي هي الادينو سيستموس
إذن الاي بي يو دي سيلز إن شينا من يكون اللي فرزن أكثر من نوع من الهرمونات، مثلا السي سيلز والبنكرياتيكا اللي تفرز العديد من الهرمونات، والأدينو هايفوسيس اللي هي المفروض اسم الثاني من الأدرينال جلاند. A loop of the gland that regulates anterior pituitary. الاسم الثاني anterior pituitary وبنكرياتيك ايلتس والسي سيلز الموجودة بالثايرويد. كان ذا ان اي بي يو دي سيستم، هذا السيستم يشبه يفرز اكثر من نوع من الهرمونات، which include also cells of the adrenal medulla and single cells located in many tissue. اما تين adrenal medulla تابعة هذا السيستم والخلايا الاحادية، وخلايا واحدة موجودة بعدة تشوز مثل الفريتر سيلز ماي برونكاي اند ارجنتيفاين سيلز اوف ذا جات. ذن الخلايا كلهن هن الاي بي يو دي سيستم، لهذا اللي يفرز اكثر من نوع من الهرمونات. السيلز مال الاي بي يو دي سيستم بروديوس ا فاريتي اوف بولي بيبتايد هرمونز وذ ا لوكال اور جرانيولار اندوكراين افكت. ممكن ذن الخلايا يفرزن العديد من الهرمونات البولي بيبتايد المتعددة بالتالي، عن طريق انه local or general endocrine effect يكون تأثيره يا local محلي يكون general يعني يتأثر كل الجسم. APOD اسم من amine precursor uptake و decarboxylation مختصر معناته. Tumors arising from the cells of this system are termed epidomas. خلايا اللي تصيب هذا السيلز او هذا السيستم يسمونها epidomas. Neuroendocrine tumors يسمونها neuroendocrine tumors. Individual tumors may secrete one or more of the great variety of hormones and they sometimes secrete hormones not produced by local neuroendocrine cells. ممكن التيومر الوحيد اللي يصيب هذني او اللي يصيب ذني الخلايا ممكن انه شنو يفرز هرمون واحد منه يفرزنه او يفرز العديد من انواع من الهرمونات، يعني يفرز يا يفرز واحد من الانواع او يفرز كل الانواع. اي يا يفرز كل انواع من الهرمونات او يفرز نوع واحد نوت برودوس باي لوكال او يفرز انواع هن ما تفرزها اللوكال نيورون اندوكراين سيل فروم ويتش وير دي اوريجينيت اكتوبك هرمون برودكشن. يعني تفرز هماتين هرمونات ثاني يعني جايه من غير يعني ما جايه من الخليه اللي هي اوريجينيت منها، سبب لنا اكتوبك هرمون برودكشن اللي هو تكوين هرمونات المهاجر. Small cell carcinoma of the bronchi which is highly malignant and is believed to arise from fertile cells may secrete The small cells carcinoma my bronchi اللي هي تكون highly malignant and is believed to arise from fertile cells may secrete ACTH والADH while medullary thyroid carcinoma which are of the C cell origin by secrete ACTH and hydroxypyrimate somatostatin in addition to calcitonin secreted by normal C cells. يعني الخلايا أو small cell carcinoma مثل عليه اللي يصيب البرونكاي يشبيها هاي راح تكون highly malignant عالية الخباثية مالتها أو يعني تكون الورم مالتها كلش عالي، فهي تكون إنه هاي الخلايا من جاتنا من الفريتر سيلز مال الموجودة وين بالقط. هاي الفريتر سيلز هي من هاي الاي بي او دي سيستم، هذا الفريتر سيلز تفرز أكثر من هرمون، فهاي الخلايا small cell carcinoma مش راح تفرز لنا هرمون الاي سي تي اتش والاي دي اتش، بينما الميدلري ثايرويد كارسينوما اذا صار لنا كارسينوما بالميدلري ثايرويد اللي هن السي سيلز يسرحونهم يعني الاوريجن مالته شبيها راح تفرز الاي سي تي اتش الهيدروكسي تريبتيماين والسوماتوستاسين ان اديشن كالسيتونين هم ماتين راح تفرز باي نورمال سي سيلز. كالسيتونين تفرز السي سيلز الطبيعية بينما تجي المدور كانسر سيلز راح تفرز ذني ويا اضافة الى inappropriate hormone production اللي هو تكون الهرمونات الغير الملائق and هي feature of some tumors mostly malignant خاصية تكون بعض التيومرز أغلبها malignant apparently arising from non-IPOD cells which are not associated with the trauma. يكون هاي التيومرز مو بالخلايا مع الIPOD system هي تكون ما associated with tumor production
مثل secretion of ADH by retroperitoneal fibrosarcoma and parotid hormone by squamous cell carcinoma of bronchus and esophagus. ممكن انه هاي خلايا ثانية يعني سوى بشنو خلايا لا هي gland ولا endocrine gland ولا هي من ال APUD system اجت وصارت تيومر مثلا retroperitoneal fibrosarcoma والباراتيد هرمون هاي الظاهر هنا والباراثيرويد هرمون والسكويما السير كارسينوما يصير بالبرونكس ذني خلايا يعني هن مو جلاند بالطبيعة ولا اندوكراين جلاند اكيد وصلنا اي فهاي شنو راح يفرزن انزيمات يعني ثانية يعني يفرزن انزيمات وهن خلايا شغلهن انه ما يفرزن انزيمات يعني فيتروبيريتونيال راح يفرزن انزيم الاي دي اتش بينما السكويما السير كارسينوما البرونكس راح تفرز لنا الباراثايرويد هرمون وهكذا. الفيتشرز مال كانسر سيل خصائص مالتها ابنورماليتيز او ديرمورفولوجي يكون يعني تغيرات بشكلهن سيلير نيوكليير بوليمورفيزم هايبر كروماتيزم انكريز نيوكليير سايتوبلازميك ريشيو ابوندنت مايتوسيس ابنورمالي مايتوسيس راح يزداد البوليمورفيزم اللي هو اشكال راح تتعدد هايبر راح تكون داكنة كلش وراح يزداد النيوكليار سايتوبلازمك ريشيو هو معدل النواة للسايتوبلازم راح يصير واحد الى واحد ابوندين مايتوسيس انقسامات عديدة وابنورمال مايتوسيس انقسامات غير طبيعية مثل تريبولار سبيندلز instead of normal mitosis which is bipolar راح يعني سوينا خيوط مغزلية تكون ثلاثية الأقطاب بينما تكون بالنورمال مايتوسيس يكون بايبول راح يكون هنا ابنورمال مايتوسيس تيومر جاينت سيلز هما تتكون اللي هي تحتوي يا سينجل جاينت بوليبويد نيوكليوس او تحتوي عديد من النيوكليي برومنت نيوكليي سايتوبلازميك بيزوفيليا اند لوس اوف اورينتيشن يعني راح تكون النوع مالتها برومنت بارزة سايتوبلازميك يكون قاعدي واللوز اوف اورينتيشن الخليه راح تفقد التوجه مالتها ان كنترول جروث ماكو سيطره على النمو مالتها انفيجن اند ميتاستيس الغزو والميتاستيس بلازما ممبرين تشينجز التغيرات اللي تصير بالبلازما ممبرين ان امبورتنت فيتشر مال كانسر سيل از ذير ريدوس ادهيسيفنس تو وان انذر راح تقلل التصاقن بوحده بالثانيه ان كيس اوف كارسينوما سيلز This seems likely to be due to diminished formation of spot desmosomes. سببها انه ها شنو انه راح تقلل الاتجن مال الخلايا واحدة بالثانية هذا شلون نصير in this case الكارسينوما شبيه راح likely تقلل تكوين الديسموسومز هذا ان الديسموسومز مهمات او نقاط مهمة حتى يسوون اتجن بين normal epithelial Lack of adhesiveness may be important factor in infiltration of surrounding tissue by the cells at the periphery of cancer. هذا من يقل يعني الالتصاق بين الخلايا راح تكون يعني نقطة مهمة عن يصير infiltration اللي هو انتشار مع surrounding tissue عن طريق يعني طبلها الخلايا الكانسر من المحيط. And in their penetration of the walls of blood vessels and lymphatics. وهم ماتي مهم على مود انه يخترق عن الوز مال البلاد واللمفاتكس. The cell of some cancers also show impaired formation of gap junctions. أما تيانك بعض الخلايا مال الكانسرز شو تسوينا impaired form تكون لنا gap junctions أو يعني تأثر بتكوين gap junctions. اللي هو هذا إني gap junctions اللي هنا الرابط بين الفجوات. When normal cells of the same type come into contact. They form junctions through which molecules of up to 1500 daltons pass from the cell to cell. راح تسوي ذن الجنكشنز هي بالخلية الطبيعية تسوي هاي الترابط بيناتهن. Daltons يعني. Molecular weight. هاي الطبيعية الجنكشنز اللي سوتها الخلية راح تسمح بمرور مولكيولات تكون حجمها 1500 دالتون. تعبر بين الخلايا بس الفانكشن من يجي تيومر سيلز راح يوسع او يعني ما راح يخلي تكوين هاي الجاب جنكشن راح تخلي المواد يطبون بشكل كبير the functional importance مال such intracellular communication is not known هاي الأهمية مال هاي الجاب جنكشن ما حد نعرف but it may have controlling effect on cell mortality and mitosis وهاي يعني الجاب جنكشن اللي تسمح بدخول ثاني ممكن انه
عندها تأثير على الحركة مال الخلايا وبالانقسام مالتها. هسه ال increase the negative surface charge إنه ازداد الشحنة السالبة على السطح مال الخلايا. This may have an important effect on control of mitosis. من يزود هو الإشارة الموجبة على السطح مال الخلايا ممكن إنه هذا يأثر بشكل مهم على السيطرة مال الميتوسيس. Loss of polarity اللي هو يروح القطبية مال الخلايا. Normally the epithelial cells are arranged with their long axes perpendicular to the surface of the sheet. بالطبيعة تكون الإبيثيليال سيلز مرتبة بشكل عمودي على اللونج أكسس على المحارة الطويلة to the surface of the sheet اللي هي للسطح مع الشيت ما أدري شنو الشيت. In malignancy there is loss of normal polarity. بال يعني صار عندنا malignant transformation راح تروح على القطبية. So that cells now present a jumbled arrangement to the surface. راح يكون الترتيب مالته مشوش على السطح مال الخلية. هناك يكون ترتيبهم طولي على اللونج اكسس، هنا يكون جامد مشوش. انا بلايزي هماتي راح يتكون اللي هو لوز اوف ديفرنشيشن ريكورنس اللي هو هاوفر ذا بريزنس اوف اول فيتشر از نوت اسينشال ان بارتيكولار تيومر. ممكن هاي يرجع يصيرنا مره ثانيه ويقول لي ان ذني الخصائص كلهن مو مهمات حتى او از نوت مو رئيسيات حتى يصيرن او مو رئيسيات بكل التيومرز وبعض انواع التيومرز. تيومر بلاد سبلاي شلون يكون تيومر بلاد سبلاي؟ تيومر سيلز perhaps also the macrophage which infiltrate amongst them اللي هي تتكاثر خلالهم. release tumor angiogenic factors راح تفرز لنا تيومر angiogenic factor. as a result a network of thin walled vessels with actively proliferating endothelium suppressed within the growing tumor. كنتيجة من هاي انه راح تنتشر بينات الماكروفيج راح تفرز هذا التيومر انجيوجينيك فاكتور اللي هو التيومر هذا الفاكتور يسمون الانجيوجينيسيس كون ثين وولد فيزلز اوف اكتيفيتي بروليفريتنج اندوثيليوم. شبيه هذا راح يتكون حول الجراوند تيومر يعني تكون يكون رقيق والفيزلز مالته هن يعني شيء يسمحون ذني الوالد الجدران مالته رقيقة واكتيفلي بروليفريتنج يعني يكون منقسم بشكل اكتيف ويكون هم الاندوثيليوم مالته يعني ويكون محيط بالجراوند تيومر. فد فروم لاشز اوف سمول ارتريز ويتش از سبرينج فروم اوريجينال لوكال سيركيليشن. هو راح يطلع من لاشز مال سمول ارتريز اللي هي يعني اي يعني جاية منين من سمول ارتريز اللي هن ذني طالعات تفرعات منين من الاوريجن لوكال سيركليشن يعني تفرعات صغيرة من لوكال سيركليشن راح تروح وتسوي انه هو هذا تغذي الجراوند تيومر. The success of new modes of cancer therapy may depend upon critical damaging these endothelial cells. ممكن ان النجاح بالعلاج مال كانسر ثيرابي يعني ذني الحديثات انه يكون يعتمد على انه يأثرن على ذني اندوثيليال سيلز. Pro-malignant lesions pre-malignant يعني الافات ما قبل المالجنت. Some benign tumors probably all benign tumors carry a risk of malignancy. ممكن انه اغلب البنين تيومرز اللي هن عندهم خطر انه يصيرن مالجنسي. In most the risk is extremely small وبعضها يكون هذا خطر صغير بس بعضها يكون كلش عالي مثل الادينوما اوف لارج انتستين. سام كرونيك انفلاميشن ديزيزز ممكن يسبب لنا بريمالجنت ليجنز مثل كرونيك السيرتيف كولايتس اوف ذا كولون وسيروسز مال ليفر ممكن يسبب لنا مالجنت. كرونيك برونكايتس ان سام هافي سيجاريت سموكرز اند كرونيك كوليستايتس هم ممكن يسبب لنا مالجنت. كارسينوما ان سايتو The epithelial cells shows all cytological features of malignancy but remain in the epithelium without forming a tumor or invading the adjacent tissue. The epithelial cells ممكن ان تشبه كل او الخصائص الخلوية مالتها تكون مشابهة للمالجنسي بس هي شبيهة راح تبقى بوضع الابيثيليوم راح تبقى مكانها بدون ما تتحور الى forming بدون ما تكون لنا تيومر او تسوي لنا انفيدنج للجيسنت تشو.
In some instances, the in-situ lesion persists for at least some years without becoming invasive carcinoma. بعض الحالات إنه ممكن هذا اللي هو كارسينوما إن سايتو لهفات مالته ممكن إنه تبقى لسنين بدون ما إنه يغزو ويسوي إنفيسيف كارسينوما يسوي إنه يعني كانسر اللي هو منتشر. Thus allowing its detection by routine screening every few years. إنه شلون يعني نشوف الديتكشن مالته نسوي سكرينينج اللي هو سكرينينج شانت مراقبة سوي فحص هو للشخص كل every few years حتى نشوف إذا سوي invasive load. At this stage excision of the all the epithelium showing carcinoma in situ will prevent the development. إذا أخذنا كل طبقة الابيثيليوم اللي صار بها كارسينوما in situ ممكن هاي راح يسوي لنا شنو ممكن إنه prevent the development مع invasive من carcinoma ممكن إنه تمنع لنا انتشار الكارسينوما مثل بالسكن والبرست والسيركس. عندنا بعض النورمال هاي ديسبليجيا صار بها تغير بالنمو كارسينوما إن سايتو هاي انفيسيف كارسينوما منتشر سيرفكس يوتريسيف ديسبليجيا مهم كارسينوما هاي صورة لابراتيك دياغنوسيس شلون فحصة عندنا اكزيشنال بايوبسي اللي هي خزعات يوزد فور سمول تيومرز ذا انتاير ليجنز ريموفد اند اكزامند اللي هو نشوف نستعملها للتيومرز الصغار يعني ايش لا هي التيومرز بشكل كامل نسوي له خزعه the entire lesion is removed كل اللي هو التيومر راح نوخره ونفحصه incisional biopsy large tumor which is fine الظاهر يعني piece of wood يعني قطعة صغيرة من ال هو هذا اللارج تيومر راح will be removed و examined microscopically نشوفها بالمايكروسكوبيكلي هناك الاكزيشن كلها نشيلها التيومر اذا كان صغير هنا اللارج ناخذ قطعة صغيرة منه النيدل بايوبسي deep seated once under radiological control can be sampled by needle biopsy in which thin core of tissue is removed شلون الاشخاص اللي نعالجهم بالراديوكال او يعني نسيطر عليهم بالراديولوجيكال كنترول يعني بالاشعاعات نقدر ناخذ منهم عينه عن طريق ان نحط لهم نيدل نوش ناخذ طبقه صغيره من التشو ظاهر حتى نشوف اذا ما الراديو ثيرابي ما سوى لنا تيومر او هيك شيء ما سوى لنا شغلات ثانيه بس هو ان نحط نيدل وناخذ عينه من التشو سيتولوجي اللي هي علم الحياة أو علم الخلايا examination of individual tumor cells in body fluid or by using needle aspiration breast lump or thyroid ممكن إنه نفحص ال individual tumor cells عن طريق شنو body fluid ناخذ سواء من الجسم أو عن طريق نسوي لنا needle aspiration ناخذ شانة aspiration طموح aspiration عمي Aspiration Action Drawing Breath يعني راح ناخذ عين من السوائل مثل Breast Lamp و Thyroid Histological and Cytological Methods الطرق النسيجية والهاي السيتولوجية Histological Methods are the most important in Diagnostic هي أكثر واحدة مهمة بالDiagnostic Proper Diagnosis is aided هذا العملية عمود يكون proper diagnosis شلون نساعد بهم availability of all relevant clinical data all relevant الظاهر انه توفر او availability يعني شنو اي توفر يعني ال clinical data يعني لا داتا شنو ناخذ او اذا كانت المعلومات مال راح العياده يعني هو مثلا اذا راح لاكثر من عياده وسوى له تشخيصات وكذا فانه راح يساعدنا بالتشخيص النسيجي انه اذا كانت عندنا المعلومات الكامله على كل زياره راح لها adequate preservation and sampling of the specimen yeah. preservation يعني شنو
حماية يعني المحافظة والساملينج ما سبيسمن على أو نحفظ الظاهر السبيسمن وشون إنه نساملينج ناخذ السبيسمن ناخذ عينة منه هو نحفظها فروزن سبيسمن are sometimes required for hormone or cell surface receptor study إن كان ماتين إن هذا السبيسمن إذا كان هرمون أو كان خلية سطحية يمكن إن نجمدها هاي مهمة إنه يبقى مكان وما ما يصير له تغيرات quick frozen section studies اللي هو التبريد السريع هاي الدراسات at sometimes employed appropriately for ممكن إنه ظني إن استعملهن إنه على مدراب الدياجنوسيس من breast cancer سواء quick frozen أو define free margin of excision نشوف ال شيء صحن ذني الحواف أو أي حواف مع الإكسيشن بريماجين حدد هامش الختان اللهم إيه هذا إنه الكوك فرو سامتايمز إنه تستعملها أو بال بالشيء صحن ذني بالعمليات إنه رابط دايجنوسيس مثلاً بالبريس كانسر إذا كانت مريضة جاية عن مود يسوي استئصال بشكل سريع فإنه نسوي له هذا كويك فروزن حتى نشوف نشخص هذا البريس كانسر من منتشر له ولا أو مثلاً ديفاين فري مارجن أو إكزيشن نشوف الحدود مال هو التيومر حتى نسوي له إكزيشن بالعمليات سايتولوجيكال ميثود الشغلات السايتولوجيكال كانت حيوية غير علم الخلع أي بالخلع. Fine needle aspiration is now widely used as diagnostic procedure for parable masses. يعني إنه الخزعات أو يعني عينات تكون عن طريق fine needle ناخذها بالأوبر. Now أنت تستعملها بشكل واسع بالdiagnostic procedure for parable mass. للماسز الملموسة مثل breast والlymph nodes والsoft tissue. ذني شغلات التيومرز إذا صابوا ذني أماكن ممكن نسوي فاين نيدل أسبيريشن حتى نسوي سايتولوجيكال ميثود ألترا ساوند أو سي تي سكان جايدد إف إن إي أند أور ترو كات نيدل بايوبسي إز أوسو بين إنكريزينغ يوز فور ديب سيتد ماسز هم يعني إذا كانت البارابول ملموسة يعني على السطح موجود نقدر نسحب لهم بالنيدل أو نقدر نسوي لهم سي تي سكان ألترا ساوند هماتين ناخذ نيدل بايوبسي بالعين اي بالأوبر هماتين مستعملها على مود نشوف الديب سيتد ماسز باللانك والليفر والكيدني والريترو بيريتوني يعني ممكن ناخذ قبل انه سواء من ذني البريست والليمف نود والتشو او انه نسوي سي تي سكان والترا ساوند هماتين المن لل التيومرز يكونون ديب بداخل الجسم مثلا باللونج وبالليفر بالكني والريترو بالكني خرعتين ها؟ جيب لك البيتزا يا تاكي؟ يا بيتزا ما تبوك ما يريد ها شنو هاي؟ عميتها اجيبها؟ اي جيبي هاي اوصب لك من هذا باقلة وطماطة؟ لا شوف ما تريد؟ لا اكزوفاليت سايتولوجي لعملية التقشير from cervix sputum and body fluids has been widely used for diagnosis لها ناخذ سوائل من السبيوتم أو السيرفكس أو بادي فلويد هماتين تستخدم بشكل شاسع particularly useful to detect any follow-up pre-invasive malignancy in the cervix حتى نشوف اللي هي pre-invasive malignancy نشوف يعني الأورام اللي تكون ما منتشرة بعدها مثلا انه نشخص السيرفكس إذا كان early diagnosis إذا كان يعني موجود بعده بالسيرفكس وبالذن أو ماكين نقدر قبل نشخص إنه سواء منهن أو هو عينة منهن راح نلقى مكانه إذا كان مكانه بعده يعني راح يكون early diagnosis يعني بعده مكان ما منتشر pre-invasive brush cytology techniques ساعدنا البرش cytology techniques اللي هي من اسمها برش يعني بيها المفروض فرشة
have been useful in endoscopic procedure بعمليات الناظور هاي تكون مهم أو يعني بها فائدة. Cytological diagnosis depend on identification of features of aplasia in cells and masses exfoliated, aspirated or brushed. يعني هو التحليل أو التشخيص من الخلايا يعتمد على أنه نحدد الخواص مع الأنابليجيا، الخواص يعني الخلية تكون أنابلاستيك أو والماسز اللي تكون اكزوفوليتد اللي هي متقشرة والأسبيريتد اللي مسوية بالأسبيريشن هاي فاينيد أسبيريشن والاكزوفوليت اللي هي متقشرة هنا أنا البراش تاماتي ماخذيها بالفرشة. Inexperienced hands false positive diagnoses are uncommon بالأشخاص يعني تكون متمرسين أو عندهم خبرة فوق النتائج الكاذبة أو الفوس positive diagnosis راح تكون uncommon غير شائعة. But false negative results occur due to sampling errors بينما يعني النتائج الكاذبة السالبة ممكن أن تحدث نتيجة sampling error اللي هنا يعني من يجي هو الشخص المتمرس وسوى هو هاي المسحة أو البرشت بالفرشة راح ممكن انه تطلع ما تطلع عندنا نتائج موجبة كاذبة. يعني شنو قصده بالنتائج الموجبة كاذبة؟ يعني مثلا احنا ما عندنا كانسر بس هو البوزيتيف او التيست طلع عندنا بوزيتيف هاي سهولة فوز بوزيتيف دايجنوسيس بينما فوز نيجاتيف ريزولت يعني اكو كانسر بس يجي وسوى هاي برش تيست طلعت لنا نتائج انه ماكو فيروح يقول لي هذا انه ماكو هاي هنا مرات يصير اكو خلل بالسامبلينج ايرور فراح يطلع لنا هيك نتيجه. Whenever possible cytological diagnosis of cancer should be confirmed by histopathological study of a biopsy or frozen as in breast masses من يعني اذا حصلنا او يعني كانت possible شنو يعني ممكنه لازم انه يكون هاي السايتولوجيكال دايجنوسيس مال كانسر ياكد شنو ورا فحوصات مال نسيجيه يعني تكون يعني عن طريق خزعه او عينه مجمده. ايميونو هيستوكيمستري هي سبيشال تكنيك ويتش از ديبند اون انتيجين انتيبادي رياكشن يعتمد على تفاعل انتيجين انتيبادي. The binding of antibodies can be detected by fluorescent labels or chemical resection chemical reaction عفو that result in generation of colored products. الارتباط مع الانتيبادي نقدر انه نشخصه ونعرفه ونحدده عن طريق صبغات فلورسنت اللي هي راح تضوي او يصير انه تفاعل كيميائي ممكن راح نسوي detection antibody او generation من colored products مركبات تكون ملونة اما تيما طلعنا النتيجة. The techniques is useful in وين مهمة categorizing of undifferentiated malignant tumors يعني خلي نصنفهم the tumors يكون undifferentiated غير متميزة مثل common leukocyte antigen is positive in NHL cytocadherin carcinoma والدسمين in tumors of muscle بهذا نير باليوم من اسمه immunohistochemistry راح نلقى هو اليوكوسايت انتيجين بوزيتيف بنحن نشعر بهذا اللي هو المرض نشعر شنو يعني سيز او نون هاتشكين لنفوما هذا شلون نميزه او شلون نعرف هذا التيومر عن طريق انه نحدد الكومن ليوكوسايت انتيجين من راح نلقاه معناته عندنا هذا المرض. سايتوكيراتين اذا حددنا ولقينا راح يطلع عندنا كارسينوما والدزمين اذا لقيناه عندنا تيومر بالمصاص. كلاسيفيكيشن تصنيف وكاتيجورايزن من ليوكيميا واللمفوما نصنف نصنف ليوكيميا واللمفوما تيومر مال الدم ومال اللمف شلون نصنفهم بي ان تي سيلز لمفوما از ويل از تيومرز اوف مونونيوكليير فاجوسايت سيستم هنا هيستوسايت لانجر هانس سيلز كان بي ايدنتيفايد ممكن انه يعني نفرق بين اذا كان اللمفوما او يعني
يعني تيومر مالنا في يكون تابع للبي سي ار او التي سي ار، ان كان ماتينا شخص هذا كان تيومر مال نيوكليار فاجوسايت سيستم او لا، يعني هل اذا كان تيومر صايب بالمايكروفاج وذني ام لا. هيستوسيست اللي هنا ماتين المايكروفاج مال اللي هو التشو، واللانج هارنز سيلز هم ماتين نحدد. Determination of the site of origin of metastasis، نحدد ان المكان اللي طلع منه اللي انتشر منه اللي هو هذا التيومر. Using antibody against tissue specific antigens، نستعمل antibodies ضد ال specific antigen مثل thromboglobulin and prostatic specific antigen and thyroid and prostatic neoplasm respectively. لأن الانتيجين والانتيبادي نستعملها حتى نعرف المكان. إذا صار مثلا لقينا هذا البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين لقيناه بالثايرويد، معناته صار عندنا ميتاستيس او صار عندنا بروستاتيك نيوبلازم هماتين صاعد للثايرويد عن طريق هو هذا الانتيجين داخله ويا هذا الانتيبادي ويا هذا الانتيجين، راح نعرف اذا صار ميتاستيس لو لا. الديتكشن اوف مولكيولز ذات هاف ثيرابيوتيك اور بروجنوستيك سيجنيفيكانس، نحدد المواد اللي لها اهميه علاجيه او تشخيصيه مثل استروجين وبروجسترون ريسبتور بريست كانسر. إذا لقينا ريسبتورات مع استروجين وبروجسترون بالبريست كانسر، برودكت اوف سيرتن كانسر سوبرسور جينز، السوبرسور جينز اللي هن الشغلات اللي وقفن تكوين التيومر عما تين، إذا لقيناهن اللي هن بي 53 اند اوكو جينز كان اوسو بي ديتكتد، ممكن عما تين نلقاها عندنا المكونات لأن السبرسور جينز. Over suppression of the later in the breast cancer is associated with poor prognosis، إذا لقينا ذني السبرسور جينز اللي هن ال بي 53 الأونكوجينيسيس اللي هو ال سي اي ار بي بي 2 لقيناها هن وين بالبريست كانسر، لقيناها بكمية كبيرة، معناتها تكون البروجنوسيس مال هذا البريست كانسر يكون قليل كليش، يعني راح يتلاص السالفة. مونيكر دايجنوسيس دي ان اي بروب اناليسيس الى بي سي ار الرابعة. ذا تكنيكس كان بي يوسفول ان فالونج، مهمة او نستعملها بالفالونج. دايجنوسيس مال مالجنت نيوبلازما، ديفرنشيشن مال بلولي كلونال بناين بي سي اند تي سيلز، بروليفريشن فروم كلونال مالجنت وانز، نفرق بين البولي كلونال اللي هي الخلايا متعددة الكلونات اللي تكون أكثر من انتيجين اللي هن البي والتي سيلز، نفرقها عن البروليفريشن مال مونوكلون مالجنت وانز، نميز بين بين البي سيلز والتي سيلز عن المالجنت وانز. بوليمريز تشين لو بي سي ار كان بي يوزد فور دايجنوسيس اوف هذا البي سي ار كابل فيوجن جين product in situ event and the absence of the phosphorylated chromosome diagnosis transcription can be detected. شنو ال بي سي ار تشين نستعمله انه نسوي diagnosis لهذا الجين، نلقاه وين بس سي ام ار، ما ادري شنو هذا سي ام ار. سترايك اوت خالق سترايك اوت ديفاين كرونيك مالجنوزل ليوكيميا بالامراض مال الدم، إذا لقينا هاي المادة وما لقينا هاي المادة الثانية ها معناتها صار عندنا translocation بالكروموسومز. prognosis of malignant neoplasm هماتين تطور مع malignant neoplasm. application of the NYC in neuroblastomas indicated by prognosis، إذا لقينا هذا شو اسمه يعني هاي المادة لقيناها بشكل كبير بالنيوروبلاستوما معناتها عندنا بعد بروجنوسيس لهذا المرض. بعد ايش عندنا؟ ديتكشن اوف مينيمال ريزيدو ديزيز، يعني هذا يحدد لنا اذا كان اكو بقايا مال المرض قليله. ديتكشن اوف سيرتن كيراز ميوتيشن ان ستول اوف ا بيشنت تريتد فور كلونيك كانسر كان التر تو ايرلي تيومر ريكورنس، اذا لقينا هاي الماده بشخص عالجناه او يعني استأصلنا له كلونيك كولونيك كانسر، إذا لقينا هاي المادة عدة فمعناتها إنه صار عندنا early tumor recurrence، رجع للمرض مرة ثانية بحالته بالبداية بعد بس. diagnosis of hereditary predisposition to cancer، يعني يمكن الظاهر
يشوف اذا اكو شغلات جيني. هاي قالت عليها انه شافت عندها استعداد جيني اللي هي انجلينا جولي وشالت عندها اليوترس. detection of germline mutation in cancer suppressor genes. نشوف يعني يتبع الجيرم مالته اللي هي كانت النصفه مو النطفه مهم يتبع هي الجيرم مالته ويشوف عنده cancer suppressor genes included مثل ذني الجينات known to be associated with high risk of specific cancer and family member of affected patients. من راح يلقى ذني معناته عنده خطر انه يصير عده او بعائلتك واحد عده من الجينات فممكن انه يصيبه وعده هاي ريسك انه عده استعداد جيني. تيومر ماركرز. These substances are produced by tumor cells. اذن العوامل يعني الشغلات اللي يحدد لنا تيومرز. اكو مواد انه تفرزهن للتيومرز. السبستانس produced by tumor cells هن شنو انه detectable in the blood نلقاهم بالبلد and are of value of diagnosis مهمات عن مود الشخص بالتشخيص. هماتين monitoring progress following treatment هماتين مهمات حتى نشوف اللي شي صحو لهذا نفحص البروغرس مال التريتمنت مهمات بالتشخيص وبالفحص مال التريتمنت. من هين داني الماركر عندنا الفيكتوبروتين. التيومر هو تيراتوما والهيباتوسيلولار الكارسينوما. اذا لقينا داني لقينا هذا بالبلود ستريم هذا المادة فهي معناته عندنا تيراتوما اللي هو تيومر مال اليوترس والهيباتوسيلولار اللي هو تيومر مال الليفر وكارسينوما هم نلقاه ممكن نلقاها عندنا. لقينا هاي المادة هيومن كرونيك جونادوتروبين والبروستيتيز سبيسيفيك انتيجين سي 125 والكارسينو امبريونيك انتيجين. دني الثلاث مواد من بين من اسمه اول واحد او هيومن كرونيك جونادوتروبين ايش بيه يعني قابل كوريو كارسينوما والتيراتوما هم راح نقابل بال ال شو اسمه دني التيومرز مالات اليوترس ان جونادوتروبين يعني شغلات الجوناد لأن التكاثرية أو ذا نحن السؤال تناسلي هاي بروستات سبيسيفيك انتيجين. هذا بروستات سبيسيفيك انتيجين من اسمه بروستات يعني البروستاتيك كارسينوما. السي 125 للأوفيريان كارسينوما. الكارسينو امبريونيك لو عمات يعني تنشوف الكارسينوما بالجات واللانك كارسينو امبريونيك انتيجين. هذا شوف اذا صار عندنا كانسر بالمعده وباللنج. كالسيتونين ميدولاري كارسينوما مال الثايرويد. اذا شفنا هذا الكالسيتونين اللي هو واحد من الهرمونات مال الثايرويد معناته عندنا كارسينوما بالثايرويد. ثايروغلوبيولين فوليكولار اند بابيلاري كارسينوما اوف الثايرويد. اذا لقينا ثايروغلوبيولين معناته صار عندنا فوليكولار او بابيلاري كارسينوما بالثايرويد. causes of neoplasia شنو اسباب اللي صار عندنا نيوبلازيا نيوبلاستيك ماس. the origin of many neoplasia plasm is obscure however there are several theories of origin. يعني المنشأ مالتها مال نيوبلازم هو يكون غامض بس اكو بعض several theories انه من جاي المنشأ. chemicals مثل انالين دايز انا بلادر كانسر هذه الصبغات تسوينا بلادر كانسر. سيجارت سموك عن لان كانسر تدخين واللان كانسر. افلاكسيتونين والهيباتوسيلولار كانسر والكارسينوما اللي هن افلاكسيتونين ظاهر هاي مواد فاريوس بويزنس كارسينوجينس ميوتيجين فاتن شتكم هاي ظاهر هم عفن يمكن عفن هذا النوكي او يعني مواد سام من هي روح تتصفى بالليفر راح يتسبب لنا بس شنو كارسينوما. اونكوجينيك فيروسز بعض الفيروسات تسبب لنا كانسر مثل هيومن بابلوما فيروس يسوي لنا سكويموس كارسينوما ماستروكس. هيباتايتس بي يسوي لنا هيباتوسيلولار كارسينوما. ابشتاين بار يسوي لنا بركة لنفوما. الراديشن اشعاعات يو كي لايت او اليو في يا يو كي يو كي لايت من تحت الأشعة الفوق البنفسجية يسوينا سكن كانسر. ايونايزنج راديشن اللي هي اشعاعات الايونية تسبب لنا ثايرويد ولانج وكولون وبرس كانسر.
Hereditary cause لأسباب الوراثية defect in chromosome as in retinoblastoma راح مثل الريتينوبلاستوما هي صار عدة defect بالكروموسوم 13 rare malignant tumor مع الريتينا صار يعني عندنا تيومر بالريتينا فسببه defect بالكروموسوم 13 أسباب النيوبليجيا كونت مدري شنو هاي also they are found in the incidence of cancer are increased in older persons أما تيان نلقى أنه زيادة هاي المال إنه يصير عندنا كانسر بالأشخاص الكبار. racial prediction هم ماتين حسب العرق. American women have breast cancer more often than Japanese women. النسوان الأمريكيات عندهم خطر إنه يصير عندهم breast cancer أكثر من اليابانيات. Japanese men عندهم stomach cancer أكثر من الأمريكان men. carcinogens in multiple step process. الظاهر ذني شلون يصير عندنا كارسينوجينيسيس او شلون يتكون الكانسر انيشيتر يعني انيشيشن ذات ليد تو ريفرسبل دي ان اي دامج ليثال دامج اللي هي عندنا البوادئ هاي سبب ان انيشيشن تبدا وتسوي لنا دامج يكون غير ريفرسبل غير منعكس بالدي ان اي يكون ليثال دامج دامج مميت اكزامبل مثل الكلايتنج ايجنت لايك مثل هاي المادة تكون alkaline ممكن شنو تسبب لنا initiation تبدأ لنا دمج بالدي ان اي وهذا الدي ان اي بعدين راح يتحول ويتحول صار كانسر promoters اللي هي مطورات لتو proliferation من abnormal mutagenic cells but there appears to be dose threshold concentration of promoter below which neoplasia not occur. الظاهر انه هذا يزود التكاثر مال الخلية النيوتوجينيك يسبب لنا يعني طفرات بالسياط بس دي شنو يكون dose threshold يعني اذا زادت الجرعة مالته ممكن يسبب لنا هاي الطفرات concentration of promoter جوا which neoplasia will not occur. إذا كان يعني التركيز مع البروموتر قليل فظاهر النيوبليجيا ما راح يصير لايك هرمون ثيرابي استروجين سبب لنا دايثيل استيرول ما ادري شنو هذا سينثيتيك فورم فيميل هرمون استروجين هي هاي يعني هذا الدواء يكون مادة مصنعة من الفيميل هرمون استروجين إذا طيناه بشكل كبير راح يسوي عندنا طفرات خاصة مع